ما زالت عمليات تعقب وتتبع العناصر الإرهابية متواصلة في كامل البلاد، واليوم تحولت وحدات من الحرس الوطني والشرطة ببنقردان لأحد الضيعات المتواجدة في جهة الورسنية، بعد ورود معطيات تفيد أنه تم دفن سلاح من نوع كلاشينكوف في المنطقة. الوحدات المتواجدة ورغم أنها ما عثرتش بالمنطقة على أي أثر للأسلحة، إلا أنه العملية تثبت جاهزية قواتنا وسرعة تعاملها مع أي معلومات توفر لهم. هذا وتتواصل الحملات الأمنية من أجل دحض أي خطر يمكن يهدد بلادنا.